لما كنت متخبي ببيت عمي أبو علي لعبت لعبة معهم ومع أولادهم. بالأول استغربتها، بعدين فهمت منيح شو اللي كان يخوف أهل الضيعة منه. يمكن لو سمعت عن لعبتهم من دون ما أعرفهم وعيش بيناتهم كنت قلت عنهم مجانين. اليوم اللي كان ممنوع نحكي فيه حسيت قديش يمكن الحياة تكون أحلى لو الناس ما بيحكوا. وبنفس الوقت كان أول يوم بحياتي بشوف فيه وجوهي اللي حولي عن جد بتصير كل حركة وكل نظرة وكل رفة جفن إلى معنى، كل بسمة إلى ألف تفسير. باليوم اللي غمضنا عيوننا صارت كل همسة وكل صوت دعسة رجل أو خبطة كف أو شهقة نفس سؤال كبير بيشغل البال وبيخلي الخيال يرسم صور ليلاقي جواب. عشت معهم بهاللعبة 3 أيام عجيبين غريبين، ما خطر عبالي ليلتها ونحن عم نرقص ونغني إنه هالعيلة يلي يمكن ما كان رح يخطر ببالي روح زورهم لولا الظروف ما حكبتني رح تغير لي حياتي، وإنه يلي كان ناطرني بعد قعدتي عندهم رح ياخدني أبعد بكتير من ما كنت بتخيل وأقسى بكتير من أبشع كوابيسي.